السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن ما زلنا في مصر في زيارة الشيخ صالح جولوكوفيتش شيخ المشيخة الإسلامية في البوسنة، وأنا في شهر يوليو عام 1992. بعد زيارة الأزهر الشريف بدأنا ننتقل في برنامج مكثف أعد لنا نزور المحافظات. زرنا محافظة الشرقية في الزقازيق، وبعدين زرنا محافظة المنوفية، وزرنا محافظة اسكندرية، مدينة اسكندرية، والسويس كذلك. يعني طبعا يعني أنا هنا كان عندي ملاحظة يعني شوية غريبة، إن كان المسؤول من النقابة أو من الجمعية نسي إن المسؤول عننا هو الأزهر، لكن المفروض في كل زيارة من الزيارات دي يكون معانا مندوب للأزهر يتكلم عن حق الرعاية للضيوف دول، لكن للأسف يعني ما كانش في كل وقت موجود للأزهر إلا بس في زيارتنا لمحافظة الشرقية اللي احنا زرناها، كانت أول زيارة نزورها هناك، وده كان أعتقد مش عارف يعني يوم الجمعة أو إلى آخر. يعني في زيارتنا للسويس كانت برضك زيارة كريمة وزيارة جيدة جدا. في زيارتنا لإسكندرية كنا في نادي بتاع نقابة الأطباء على البحر، وحضر جمع غفير يمكن 6000 أو 7000، وكان الجو يعني صعب جدا، حتى في القطار كانت درجة الرطوبة عالية جدا جدا جدا، وتجمع الناس كتير من الأهالي ومن الأطباء إلى آخره إلى آخره، وكان جمع غفير بسم الله ما شاء الله. طبعا الأمن كان مرعوب، لأن احنا في كل الموضوع ده كله الناس تعتقد، يعني مش متعتقد، الناس عارفة إن احنا الأمن عارف إن احنا ضيوف الدولة أو ضيوف شيخ الأزهر إلى آخره. ده بالنسبة لمحافظة الإسكندرية. طبعا كنت أنا بتكلم وكان الشيخ بيتكلم طبعا الأحاديث أوليه، وبعض الشباب اللي في النقابة كانوا بيتكلموا كلام كده يعني مش كلام إنسان، يعني في بعض الناس حتى بعض الضيوف اللي كانوا بيتكلموا في بعض مثل هذه اللقاءات يعني ما كانش لهم أي دعوة بالعمل الإنساني إلى آخره. بدأت النقابات تعمل احتفالات وتستضيف الشيخ، كلم في نقابة المهندسين وفي نقابات أخرى، ورحنا كذلك الفيوم أنا فاكر يعني إلى آخره. يعني كل هذه الأشياء احنا بنتكلم عنها علشان نرفع مستوى الوعي بتاع الناس اللي موجودين هنا. في شيء حدث في الوقت ده اللي هو يوم الأحد صباحا بعد ما رجعنا بقى من بعض الزيارات، وأنا استأذنت الشيخ إن أنا حبيت مع الأهل في اليوم ده، وقلت له التعزير أنا قلته في الحلقة اللي فاتت، إنك ما حد دخل عليك ما تدخلش حد وما تكلمش حد. فلما نزل الخبر في صفحة الدولة في يوم الجمعة صباحا إن الشيخ صالح موجود في فندق في الفندق أو ضيف الدولة، فطبعا كان في خلاف واضح جدا ما بين فضيلة الإمام الأكبر الشيخ الأزهر، مش خلاف يعني هو يعني عدم توافق في بعض الآراء، واللي هو الدكتور المحبوب اللي هو كان وزير الأوقاف. ماذا حدث؟ طبعا رحت أنا في الصباح عشان كان عندنا لقاء يوم الأحد صباحا الساعة 10 أو 11 صباحا نقابل فيه فضيلة الإمام الأكبر في الدراسة. دخلت أنا رجعت بقى الساعة 7 صباحا، فقمت من البيت رحت عشان ألبس في الأوتيل وأخد الشيخ، وأنا مخبط على الشيخ لقيت في واحدة ست جوه، واحدة ست محجبة. طبعا أنا حصل لي صدمة عصبية، مين دي؟ مين دي؟ أنت مين؟ أنت حد تتكلم كلمتين؟ قلت لها بقول لك إيه؟ أوت، تعالي معايا. قلت لها يا شيخ ما تكلمش حد والبس واستعد. جت معايا السيدة دي قالت لي اسمع يا دكتور، قلت لها نعم، قالت لي أنا كلفت من مكتب وزارة الأوقاف، مكتب وزير الأوقاف، ندور عليك، قاعدين بندور عليكم متنزلين في أي أوتيل في مصر من يوم الجمعة والسبت، والنهاردة حد حضرات ما عرفناها أنتوا موجودين فين. قلت لها أنت عايزة إيه؟ قالت لي يعني أنتوا جيتوا والناس مش عارفاكم، أنتوا حاطين ومع مين وبتاع ده. قالت لي بيني وبينك في سوء تفاهم ما بين شيخ الأزهر وما بين
وزير الأوقاف، ووزير الأوقاف عايز يقابل فضيلة الشيخ صلاح جوباكوفيتش. قلت له خلاص ولا يهمك، احنا هنقابل يعني الدكتور محجوب بعد ما نخلص مع الشيخ قلت امام الاكبر. قلت لي اكيد، قلت لك روح اطمني الدكتور محجوب علشان شوف بقى ربنا لما يرتب اشياء ليك وانت مش عارفها ايه وقعها بعد كده، هو الله اعلم. المهم رحنا قبل فضيله الامام الاكبر، طبعا واحنا داخلين عليه التلفزيون بيصور عند الشيخ، في التلفزيون بيصور خلاص، واحنا عند الشيخ فضيله الامام الاكبر رحمه الله عليه جاء تليفون لي من مين؟ من الدكتور المحبوب، يقول احنا عايزين نضيفه للزوم. قال له حاضر يا فندم، يخلصوا يشربوا القهوه ويجوا لك على طول. خلصنا القهوه، شربنا القهوه، قلنا فالشيخ الامام الاكبر قلنا دكتور محبوب منتظركم عشان تروحوا تزوروه في مقر الوزاره في باب الوقا. طبعا وللاسف بردك النقابه ما كانتش موفره لنا عربيه تنقل بيها، انزلوا في التاكسي يا جدع الى اخره. المهم ركبنا مع بعض ورحنا هناك، قابلنا فضيله اللي قابلنا الدكتور المحجوب اللي كان منتظرنا، الدكتور المحجوب على نار، حتى قابلنا وكان لسه مصلي الظهر حاجه زي كده، هو وقالع الجزمه. فجت له مديره المكتبات وقال لها معالي الوزير البس الجزمه بتاعتك عشان ايه الناس بهم. طبعا مين اللي بيصور؟ اللي بيصور يا سيدي التلفزيونات مره ثانيه، يبقى التلفزيونات اللي هو الكاميرات بتاعت شيخ الازهر والكاميرات بتاعت الوزاره. واحنا قاعدين هناك عنده ضرب التليفون ترلن ترلن ترلن، مين بيتصل؟ قالوا يا سيدي ده مين؟ ده النائب مع سعاده النائب. مين هو سعاده النائب؟ اللي هو نائب الحزب اللي هو الدكتور يوسف والي، بيتصل عشان نروح نزوره في مكتبه. قمنا راكبين مع بعض في عربيه الدكتور محبوب ورحنا للدكتور يوسف والي وقعدنا معاه في مكتبه، وبرضك مين اللي بيصور؟ التلفزيونات بتصور او الكاميرا بتصور، يبقى في الكاميرات بتاعت نائب رئيس الوزراء والأمين العام الحزب الحاكم، وكذلك وزارة الأوقاف وكذلك الأزهر. فالمهم احنا مش واخدين بالنا من أي شيء، وقعدنا بقى طبعا يعني أحسن شيء احنا خدناه في الفترة دي كلها في الفترة مع الدكتور يوسف والي، هو ادانا محاضرة في التاريخ الإسلامي، ادانا محاضرة في الأخلاق الإسلامية، ادانا محاضرة في الحروب وكذا وكذا وكل هذه الأشياء، هو راجل مطلع ومثقف يعني ومتفوه في الكلام بتاعه. خلصنا معاه وكنا احنا عايزين نعمل مؤتمر صحفي للشيخ في نفس اليوم ده. سألنا الشباب في النقابة قالوا يعني احنا ما بيجي لنا يعني يجي لنا 2-3 صحفيين بالكتير قوي يعني. قلنا طيب، رحنا بقى كنا معزمين تاني في البيت عندنا يعني في البيت عند والدي الله يرحمه، واحنا داخلين كده لقينا اخواتي بيقولوا الحق 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 ايه انتوا في التلفزيون. طبعا لما احنا رحنا لكل هذه الشخصيات المهمه في الدوله كلهم يعني طلعونا في التلفزيون زياره رسميه ان احنا ضيوف الدوله. فالمهم ده ساعدنا جدا جدا جدا، وبترتيب الهي ترتيب رباني. المهم رجعنا بعد كده وبعد الغداء من البيت عند الوالد ورحنا عند الاوتيل. انا بتكلم نزلت بقى كلمت مدير الاوتيل يعني قلت له انهي اكبر قاعه عندك هي في، طبعا ما سمعتش كلام الاخ اللي في النقابه يعني اللي هو بينصحنا كده، قال لي بس هي محجوزه فيها فرحنا وتظبط احسن قاعه بعدها. قال لي في قاعه تاخد لها بتاع 180-100 واحد، قلت له وريها لي. قال لي كذا، فانا بقول للجماعه بتوع النقابه طب ما تدونا لنا حبه حلويات حبه حاجه زي حاجات كده عشان في صحفيين هيجوا. قال لي مش هاجي لك الا 2-3 الى اخره. المهم اللي حصل بقى في الفتره دي ان التغطية الإعلامية اللي حدثت والزيارة اللي راحت للشيخ الأزهر والدكتور المحجوب والدكتور يوسف والي خلت القاعة ممتلئة بعدد غير عادي من الصحفيين، الجلوس والوقوف والكاميرات. احنا قلنا يا هذا فضل من الله وفتح من الله. شوف ربنا بيرتب الأمور ازاي، علش مش عشان هاني البنا أو عشان شيخ صلاح، عشان قضية البصنة. وده درس الشباب يعرفوه، إذا أخلصتوا نواياكم لله ربنا لن يترككم وسيعلي لكم قدركم. نلتقي بعد هذه الفقرة في فقرة أخرى في زيارة مصر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.